وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. مساء الخير سعادة النائب. قفزة نوعية حققتها البحرين بمعدل 23 مرتبة، ما هي قراءتك لهذا التطور في أداء مملكة البحرين بمؤشر الحرية الاقتصادية؟ مساء الخير واشكرك على الاستضافة. طبعا اليوم احنا نهنئ البحرين قيادتنا وشعبا على هذا الإنجاز والقفزة، والذي أشيد بأن البحرين وضعت ضمن أكثر الدول تحسنا في مؤشر الحرية الاقتصادية في وجود جائحة الكورونا، واللي صدر عن مؤسسة هيرتج الأمريكية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهاي الإنجاز طبعا مثل ما تفضلتوا يعتمد أو يقاس على أربع ركائز أساسية، اللي هي سيادة القانون وحجم الحكومة وفعالية الإجراءات والأطر التنظيمية وانفتاح السوق. طبعا مملكة البحرين يعني حظيت بإشادة واسعة من حيث تسهيل وتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية. كل هذه الأمور هي اللي وضعت البحرين في هذا الإنجاز، اللي الحمد لله رب العالمين احنا كل مرة يكون عندنا إنجاز أفضل وأفضل. وإحنا كذلك في مجلس النواب وبالأخص في اللجنة المالية نهتم في تعزيز هذه الأمور والجوانب التشريعية، والتي تلقى العديد من يعني القوانين المحالة سواء من الحكومة أو المقترحة من مجلس النواب أو الشورى. وإحنا فعلا حاليا نعمل على قانون الاستثمار ونركز فيه في خلق توازن بين عوامل الجد وضمان جدية المستثمر ووجود بنود تحفظ حق الدولة أيضا وتحول دون دخول مستثمرين غير جادين. طبعا هذه الأمور كلها تأتي في إطار السياسة العامة لمملكة البحرين بالسعي المستمر لتنظيم منظومة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني بضخ المزيد من الاستثمارات للسوق ورفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين مستويات المعيشية لفئات المجتمع المختلفة. أهم نقطة اللي احنا نستفيد منها من هذه القفزة وهذا الإنجاز طبعا أن طبعا توجيهات جلالة الملك وتنفيذ الرؤية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذه لها انعكاسات على المواطن. هذه اليوم الأرقام اللي احنا نتكلم عنها هي أرقام يعني في أهمية كبيرة، هي ليست أرقام فقط أن احنا انتباهها أن احنا حصلنا هالمركز، لا، هذه الأرقام تدل وتوجه المستثمر الخارجي والداخلي وين يستثمر أمواله في أي دولة، نعم، وتحديدا في شنو يستثمرها. وهذه الأمور لها أهمية للمواطن لأنها ستجد فرص عمل جديدة، كما أنها ستجد فرص من وراء هذه الاستثمارات إذا كان يكون موظف أو يحسن دخله، وبالتالي راح يأم على تنمية ونمو الاقتصاد. فهذه الأرقام إحنا إن شاء الله راح تكون لها انعكاسات في المرحلة القادمة، انعكاسات كبيرة، وراح تكون أهمها أن المواطن هو اللي راح يستفيد منها بالدرجة الأولى. نعم، سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.